لما جت دعوه الاسقفيه يا سيدنا، انا عارف ان نيافتكم حابب الرهبانه في الرهبانه، فكانت ايه ملابساتها وظروفها؟ يعني هل تقبلتها بسهوله، وهل كنت عارف انه هتيجي اسوان، ولا كانت الحكايه ماشيه ازاي؟ هو الحقيقه قبلها بسنه سيدنا البابا طلبني، بعت لي ان انا ابقى اسقف في ابروشيه تانية غير اسوان. فكان بعت لي مع الانبا سربون، سيدنا الانبا سربون نيح الله نفسه ونفعنا ببركه صلواته، يعني كان مقرب جدا للبابا شنود. ايوه، اقرب شخصيه لي وخد منه كتير قوي. فجه قال لي البابا بيقول كذا. انا يعني الرد اللي انت هتقوله هبعته له. قلت له يا سيدنا انا جاي الدير عشان اقعد في الدير، مش عشان انزل من الدير، مفكرش انزل من الدير ابدا. فبلغ سيدنا البابا الكلام ده، قال له على العموم الأبروشية دي صعبة، بعدين نبقى نشوف. لما جت أسوان بقى ما كانش بالمرونة دي بقى خالص. راح بعت لي نيافة الأنبا بشوي، قعد معايا يوم كامل، بعت لي نفس كان سيدنا أنبا بشوي، يعني يمكن مرسوم قبلها بسنتين ثلاثة، بسنتين مظبوط، كان حاجة بسيطة كده. فجه قعد معايا يوم وفي الاخر قلت له انا يعني كل اللي يهمني هو خلاص نفسي، اخر ما زهقت بقى. فقال لي خلاص انا مش عايز غير كده، يعني الاسقف مش هيخلصهم. بعد كده بعت لي ابونا تدرس يعقوب نفسه. وابتدى ابونا، وبعدين انا فاكر ابونا تدرس قال لي طب تعالى نصلي قداس في دير الانبا بشوي ونشوف نسمع كلمه ربنا. وفعلا رحت معاه، وانا فاكر القراءات كان ان مسقا وشدائد تنتظرك. ويعني ارساليه، يعني كان الكلام كله عن الارساليه. فطلع ابونا تدرس قال لي سمعت. المهم برضو كنت يعني مش مقتنع، مش قادر اتخيل ان انا هسيب البرية اللي حبيتها من كل قلب يعني. فكنت انا مسؤول عن قلاية البابا شنودة في الجبل بعيدة عن الدير شوية كده، فكنت احضرها له واحضر له احتياجاته واكله وشربه لما يجي. كان هو بقى بابا دلوقتي، وكان الأنبا سرومون بقى أسقف لدير الأنبا بشوي، وأنا كنت بقعد يعني أوضب القلاية وأشوف طلبات سيدنا إيه يعني. فهو يعني بعد الرسائل دي كلها قال طب أنا هروح أقابله في الدير. فقال لي بعت لي رسالة وقال لي استناني. في الوقت ده أنا قلت ههرب، مش هقابل البابا. فربنا بعت حد يعني يصلح في القلاية وهيركب باب حديد، لأنهم قالوا إن البابا أحيانا بيبقى نوع من الأمان يعني والاطمئنان. فأنا قلت كويس نركب الباب، وقبل ما يجي سيدنا أنا أختفي. اللي بيركب الباب ده عشان يركبه في ساعة في اتنين في تلاتة أبدا، وأنا مش قادر أسيب القلاية مفتوحة وصنايعية أنا ما أعرفهمش. فضلت واقف لغاية لما جه سيدنا وشفت وابتدى يتكلم معايا ويقنع من هنا، وأنا أحاور من هنا وإقنع من هنا وأحاور من هنا. وبعدين طبعا أنا في الاخر بقى اتكسفت، وهو ما خدش مني رد، لكن قال لي طب نسيب الموضوع ده وخليها على ربنا، خلينا نصلي. بعد قبل ما يمشي بعت لسيدنا الانبا تاوفيلوس وقال له ارسمه كاهن، لان انا ما كنتش كاهن وقتها. فالحقيقه سيدنا الانبا تاوفيلوس يعني فهم الرساله، وطبعا انا فهمتها.
لدرجة أنه هو بيرسمني كاهن نيافة الأنبا توفيلوس بكى بكاء شديد. هو نفسه بكى. هو نفسه بكى بشدة. وكان الكل واقف مذهول. الأنبا توفيلوس الجبار. الجبار. بيعيط. وأنا طبعا يعني ما توصيتش غصبا عن لأن كنت فعلا متأثر قوي قوي. وهو زي ما تقول حس بي يعني. أيوة. قد إيه أنا. مش عاوز تسيب البرية. وكنت يعني في سري عمال اقول خساره كبيره خساره البرديه كبيره. لكن نشكر الله ما تخلاش عني لحظه واحده. نعمه ربنا. لكن كل الكلام ده كان مرتبط باسوان ولا كانت الفكره كفكره لسه؟ لا الفكره كفكره. لا ما كانش في اسوان ولا حاجه خالص. حتى سيدنا البابا سالني كذا مره بعت لي مع نيافه الانبا بشوي يسالني كذا مره الشعب في أسوان عايز اسم هيدرا أنت عايز الاسم ده ولا عايز اسم تاني؟ فقلت له إذا كنت أنا ما بفكرش في الموضوع أصلا هفكر في الاسم اللي ربنا هيختاره واللي سيدنا هيقول عليه أنا مالي. حلو أوي. طب لكن دي كانت أول مرة تروح أسوان ساعتها سيد ولا كنت رحت نيافتك؟ بيعملونا رحلة أفتكر في آخر سنة في الكلية نزور فيها الأقصر وأسوان. أوكي. بالقطر يعني كده. فهي يمكن قضيت فيها ليلة مش فاكر منها حاجة خالص يعني لأنها كانت في وسط رحلة تبع الكلية يعني. لكن أسوان ما كانتش إبرشية قبل نيافتكم مش كده؟ لا كانت جزء من إبرشية الأقصر وإسنا وأرمنت وكان في جزء برضو من نجا حمادي تبع إبرشية الأقصر. كانت حاجة كبيرة قوي. كبيرة قوي بس تعداد السكان في الوقت ده كان قليل يعني. طيب أنا سمعت حاجة سيدنا أنه لما نيافتك رحت أسوان ما كانش في مكان للأسقف يعني أو مبيت للأسقف وأظن بيت في بيت لحمة أو حاجة زي كده. أيوة. أحكي لنا البداية كانت شكلها إيه سيدنا؟ صدقني هي البداية كانت بالنسبة لوجهة نظر الناس يعني ما فيش لأن كان في ما فيش مكان للمطران أو للأسقف. وكان في مشكلة كبيرة جدا بخصوص الكنيسة وبكنيسة والمطرانية مع واحدة ست يعني مشكلة كانت كبيرة وقتها اسمها الست منيرة ميخائيل فلتس. ودي يعني قصة مش وقتها دلوقتي. فإحنا كنا قاعدين في مكان تقريبا مش بتاعنا مش بتاعنا. الإقامة كانت فعلا في ثلاث أوض صغيرين خالص وما فيش دور تاني وما نقدرش نعمل حاجة لأن المشكلة قضية. لكن أنا بالنسبة لي وقتها قلت ده أنا جاي من الدير وده حاجة فخمة قوي وبتاع يعني ما كانش شغلني قوي المكان أو أنا بس عايز أقول هو ربنا عايز إيه مني أديني جيت أهو هعمل إيه. لدرجة إن هم حاولوا يشتروا لي عربية فجمعوا من الأبرشية كلها 800 جنيه والطب جابوا عربية العربية قالوا تمنها 1800 جنيه. طب نجيب الألف دي منين؟ فراحوا للبابا شنودة وقالوا له سلفنا 1000 جنيه عشان نقدر نجيب عربية للأسقف الجديد. فاشتروا العربية ب 1800 جنيه ويمكن كان تمنها أكتر بس فصلوا فيها. واللي جابها من القاهرة لأسوان الدكتور ثروت باسيلي كان وقتها صيدلي صغير بادي لسه يعني شباب يعني فسأها المشوار ده كله. ويعني العربية دي غالية عليا يعني طبعا لأنها عصرة البدايات. لكن لما نيافتكم قعدت على كرسي يعني مطرانية أسوان ايه الاولويات او ايه اللي نيافتك كان نفسك تعمله في البدايه على ايه الافكار اللي جت لنيافتك؟ يعني انا عارف ان الشعب ده طيب لكن نيافتك كان نفسك تعمل لهم ايه؟
صدقني يعني انا اقدر اقول اول ما رحت قالوا لي المشكله الكبيره اللي احنا بتواجهنا دي ان هم ان صاحبه المكان عايزه تطردنا من الكنيسه ومن المطرانيه وهي تاخدها. فكان بالنسبه لي حاجه غريبه يعني انا هعمل ايه طيب. فكان ارشاد البابا شنودة قال لي يعني شوف حاول تقعد مع الست ديت وخليك هادي يعني عاملها بهدوء ولما نشوف هنعمل ايه. دي بالنسبه لاكبر مشكله كانت يعني في الوقت ده. لكن في نفس الوقت انا عشان كانت الاقامه في اسكندريه فانا كنت برضو احب اتعرف على الشعب على الناس بقى يعني عايز طبيعة الناس عايشين ازاي في بيوتهم عايشين ازاي في حياتهم علاقاتهم بالكنيسة ايه افكارهم لان في عادات وتقاليد مسيطرة اكتر من العقيدة نفسها يعني. يعني قلت لهم انا هزور الأبروشية بيت بيت. كنت وقتها طبعا شباب يعني ما فيش مشكلة في الموضوع ده. وفعلا خدتها يا الأبروشية طويلة جدا وعريضة جدا لكن فاضية أغلبها صحراوية ونسبة المسيحيين فيها قليلة قوي ما هيش ده على غير طبيعة الصعيد نفسه على غير طبيعة الصعيد بالضبط. يعني احنا غير المنيا غير أسيوط غير سوهاج يعني انا اعتقد ان المنيا فيها كثافة عالية جدا حوالي يمكن مليون مسيحي اكتر يمكن كمان كمحافظة يسعدنا اكتر ممكن كمحافظة يمكن مليون مسيحي بس عند الانبا مكاريوس ممكن يسعدنا احنا ابروشيتنا النهاردة ما توصلش 100,000 لان تهجير النوبة عمل يعني اختلال في التعداد يعني. فأنا نزلت بيت بيت ودي كانت حاجة بالنسبة لي برضو ممتعة ان انا اتعرف على الناس عن قرب الفقراء قوي والغلابة قوي والناس بتفكر ازاي والناس عايزة ايه احتياجاتها ايه بتعرف بالإضافة الى احتياجات الكنائس الاباء الكهنة بتعرف على الاباء الكهنة لان لما بفتقد بيبقى معايا الاباء فبتعرف عليهم في المشوار ده كله يعني. فكانت بالنسبة لي حاجة جميلة جدا ان انا يعني اتعرف عن قرب وبتلامس ازاي الناس بتحب الكنيسة وبتحب رجال الكنيسة والاباء بيتكلموا ازاي معانا يعني في البداية طبعا كمدينة اسوان فابتديت معاهم التسبحة حتى كنت اجيب صبورة نقول لهم نتقابل الساعة 8 الصبح وأجيب صبورة على باب الكنيسة ونبتدي التسبحة وحروف الإبطي والتسبحة وفي مجموعة لغاية النهاردة فاكرة الأيام دي بس دول كبروا بقى في السن يعني أنا قلت أشوف إيه الاحتياجات ونحاول نلبي الطلبات يعني حسب احتياجاتهم وفكرونا بقى ببداية الخدمة. ربنا يخليك لينا سيدنا. طيب سؤال شخصي شوية سيدنا. ايه أكتر حاجة تفرح سيدنا أنبا هدرة؟ إن أسمع إن الشعب مرتبط بالكنيسة وبيحب الكنيسة ومتمسك بكنيسته وعايش في كنيسته بحياة في كلها تقوى وبر وأكتر حاجة بتفرحني الأسرة المسيحية يعني أنا حاسس إن الأيام دي يعني إحنا الكنيسة رغم إنها بتبذل مجهود كبير جدا يعني إرشاد الكنيسة وإرشاد الأسرة للكنائس عن قرب مجهود كبير أو بتبذله الكنيسة لكن حاسس ان الاسر محتاجة لنعمة ربنا اكتر من كل شيء يعني وانا بتأثر جدا لان ممكن الاقي نفسي دموعي نزلت لما الاقي
أب كاهن فرحان بأسرته، يمدح في مراته ويمدح في أولاده، أولاده متعلمين في، وتيجي الست تمدح في جوزها، أبقى فرحان جدا إنها بتمدح في جوزها، أقول يا ربنا، لأن دي نواه الكنيسة. مظبوط. يعني وأنا حاسس بقيمة الأسرة وقت ما كانش فيه كنايس، قد إيه البيت هو اللي حببني في الكنيسة وطلعني في الكنيسة. تمام. طيب، في مشاكل في الخدمة كتيرة قوي، ما بين خدام أو شمامسة أو أباء كهنة أو أراضي أو كنايس أو إيه أكتر مشكلة تضايق نيافتكم؟ يعني أكتر هم يتعب نيافتكم؟ إن الأب الكاهن مش متوافق مع شعبه، يعني دي بتحزنني كتير قوي قوي، وتقرقني جدا وتخليني أفكر كتير أعمل إيه. وبعدين أسهل طريقة بقى هو الصلاة، أطرح الموضوع على المذبح وعلى الصلاة، وربنا بيحل أمور كتير بنعمة ربنا، بنعمة. لكن بفرح قوي قوي لما بلاقي الناس بتحب الكاهن وبتشكر فيه، وأبونا بيفتقدنا وأبونا مش سايبنا وأبونا مهتم بينا، وبيعمل أبقى طاير من الفرح. لكن العكس طبعا بيبقى يجيب اكتئاب نفسي. من يخليك لينا. طيب، على كلام نيافتكم، ايه أكتر فضيلة تشوفها ضرورية لينا كلنا كإكليروس؟ يعني رجال الكهنوت كلهم بدرجاتهم، الشمامسة، ايه أكتر فضيلة نيافتكم تحس كلنا محتاجين نركز فيها؟ الحقيقة فضيلة التواضع والوداعة والطيبة ومحبة الناس، المحبة الروحية بصحيح، من أجل حياتهم الروحية ومن أجل خلاص نفسهم. ومهم قوي الكاهن إنه ما ينساش أبدا خلاص نفسه وحياته الأبدية وحياته الروحية، وما يتهش في وسط المشاكل ودوامات المشاكل. ولولا قوة المذبح طبعا ما مين هيقدر يصمد. أنا فاكر مرة قلت للناس، قلت لهم لولا النعمة اللي الكاهن بياخدها من المذبح، الكاهن ما يستحملش سنة ولا اتنين، وبعد كده ممكن يروح مستشفى. أيوة. وده سنة كتير كمان يمكن سيدنا. طيب، سيدنا تذكر تدريب في بداية الرهبانة فرق مع نيافتكم؟ تدريب روحي أو قول من أقوال الآباء، أهباء الرهبانة، يعني أثر في نيافتكم وخدتوا منهج؟ هو من تعليم البابا شنودة كأب روحي وأب اعتراف في الدير، يعني كان في مقولة في بستان الرهبان كان هو يحب يرددها، وإحنا حفظناها منه وتعلمناها منه، الانحلال من الكل والارتباط بالواحد، يحب الجميع ويهرب من الجميع، دي أقوال في البستان. أيوة. لكن كان البابا يحب يقولها ويحب يعيشها. ففعلا دي، يعني لأن حتى كانوا في بستان الرهبان يقول إن العشم أو الدالة يريح سموم. لأن أنا لما بقى عشمان في فلان وفلان عشمان فيا وإحنا قريبين من بعض قوي بتاع، دي في الحياة الرهبانية متعبة قوي، لأن هيجي وقت هناخد على خاطرنا، هنتأثر، ما سألش عليا، ما جابليش اللي مش عارف إيه، طب وليه؟ يعني حدود، كل واحد له ظروفه وكل واحد له طريقته. برضو على سيرة مثلث الرحمات البابا شنودة، كنا عارفين ان نيافتكم مرتبط بيه وهو مرتبط بنيافتكم كمان، دي نعمة كبيرة ما استحقهاش. في موقف في حياة نيافتكم كمطران، او في ازمة لجأت فيها لسيدنا البابا شنودة تاخد مشورته ونيافتكم مطران؟ يعني طبعا كتير، لكن كانت اكتر حاجة لما جت مشكلة كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، ومنيرة فلتس قررت انها تبيع لنا المكان كله بمليون و200 ألف،
في أول مرة يعني، لكن زودتها تاني 500,000. الكلام ده كان سنة 1981. كان أول مرة يتسمع إن في كنيسة هيندفع فيها 1,000,000. طبعا ضخم جدا. دلوقتي 1,000,000 عادي. مش فلوس يعني. فأنا يعني قلت الناس كانت واقفة قعدت 10 أيام مقيمة في الكنيسة إقامة دائمة ومعيشة كاملة 10 أيام، وإحنا ننتظر خلاص الرب. وبعدين جه الحل إن يبقى 1,200,000. أنا قلت يا نهار أبيض، ده لو طلبوا مني 11,000 ما أعرفش ليه 11,000 دي اللي جت في وقتها وقتها يعني. فقلت لو طلبوا مني 11,000 هجيب منين ال 11,000 جنيه دي؟ طبعا زي ما قلت لقدسك ان قبل كده ان 1,000 جنيه راحوا استلفوها. فبعت جواب للبابا شنودة كان في الدير، فلما قابلني بعدها قال لي انا قريت جوابك ودخت يعني حس، قال لي بس شوف ما تشيلش هم، هتيجي وهنقف معاك واطمن اطمن. وكتب لي جواب لكنائس القاهرة كلها والكنائس الكرازة المرقسية. ففعلا يعني كنائس القاهرة وقفت معانا وشعب القاهرة كان سخي جدا معانا، واسكندرية ساهمت وفي أبروشيات ساهمت. فكانت يعني الحقيقة حاجة نهضة روحية للوحدانية القلب التي للمحبة اللي كانت متأصلة فينا فعلا يعني. فده موقف لا يمكن أن أنسى. هو عموما نقدر نقول البابا شنودة كان إنسان تلجأ إليه لازم يقف معك يعني أي موقف أنت كان يطمنك ويقف معك بمنتهى المعونة والسند يعني، كان كل ما تحمل كلمة المسؤولية يعني. سيدنا، معروف عن نيافتكم علاقتكم بالقديسين أمنا العذراء، وعند نيافتكم ديرين عظام، دير الأنبا بخوميوس العامر ودير الأنبا هدرة. يعني هل كانت على بداية ارتباطكم بالقديسين دول بعد المطرانية، ولا يعني مرتبط بيهم كقديسين من قبل كده؟ لا مش من قبل كده يعني. الأنبا بخوميوس طبعا ده أب الشركة، ده معروف، لكن عشان أكون علاقة معه كان في أما القديس الأنبا هدرة ما كنتش أسمع عنه. لكن مرة كان أبونا أرمية زكي اللي هو وكيل المطرانية في الوقت ده، وكان البابا شنودة كان يحبه قوي، فقال له احنا ما نعرفش سيرة الأنبا، عندنا دير باسم الأنبا هدرة لكن ما نعرفش سيرته. فقال له طب روح دير السريان واللي ماسك المكتبة راهب اسمه أبونا جورجيوس السرياني، فقال له يطلع لك من المخطوطات سيرة الأنبا. فجالي وقال لي أنا جاي من قبل البابا شنودة، هو ما يعرفنيش ولا أنا أعرفه. وقال لي، فأنا بقول له إيه القديس الأنبا هدرة ده يعني موجود فين مكتوب فين، طب أجيبه منين؟ قال لي سيدنا البابا قال لي دور في المخطوطات. ده قبل ما يكون فيه خالص سيرة خالص الصوفية وكده، خالص يعني قبل، كان ربنا مرتبها يعني عشان نيافتكم تتعرف بالأنبا هدرة. طبعا قعدت أدور في المخطوطات لغاية لما لقيت سيرة القديس الأنبا هدرة وكتبتها ونقلتها وبعتها لأبونا أرمية، وبعد كده نسيته حتى. لكن هو قديس عظيم، ومع التجارب واللي احنا شفناه قديس عظيم قوي قوي قوي. حاليني تدينا فكرة عن وضع هذا الدير، لأنه في كتير حتى من أقباط مصر وأغلب أقباط المهجر مش دريانين ما هو دير الأنبا هدرة. يعني هما يعني رجال الآثار بيقولوا عليه أكمل دير أثري في مصر، لأن هو الأسوار بتاعته ما زالت موجودة، الكنيسة موجودة بس السقف مش موجود. ده من القرن الكام يا سيدنا حليم؟ القرن الرابع. الرابع. القرن الرابع.
ما زال موجود، ويعني في أماكن الألالي ما زالت موجودة، الأماكن اللي بينام فيها الرهبان ما زالت موجودة، وطريقة الفحت بتاعتها. أنا رحت كذا مرة سيدنا. صحيح. بس أنا يعني فرحان أنه، لأنه فعلا ما فيش ولا دير في مصر يمكن عنده هذا الشكل المتكامل لدير قديم. يعني دايما كل الأديرة فيها أجزاء أيقونات بسيطة معمودية قديمة، لكن ده دير متكامل العالم كله المفروض يعني يبص عليه، تدوار ومش عارف ايه، حاجة أماكن ربط الجمال، الحاجات اللي بتنقل. وهل السواح عموما لما كانت السياحة يعني ربنا يرجعها برضو، لما كانت موجودة كان في سياحة أجنبية تيجي الدير، ولا ما كانش ليهم علاقة بحاجة زي لا كده؟ بالعكس، دول بييجوا وقاصدين الدير. يعني ومعهم الكتب بتاعتهم. يعني مش محتاجين لحد يشرح لهم. ولو ان في واحد هناك يعني غير مسيحي، من كتر ما سمع ممكن يشرح الدير يعني تفاصيله. طبعا حلو خالص. طبعا لكن كان في سواح بتيجي كتير وجايين قاصدين الدير. حلو قوي. بس هو الاجانب في كل الكتب بتاعتهم بيسموه سان سيمون. ما يعرفوش كلمه هدره دي خالص. فيعني انا مش عارف ايه السبب، هل ان هو كان اسمه كده، ان هو كان اسمه سمعان مثلا، وهدرة دي اللي طلعت عليه لان هو اناء مختار مثلا. لان كلمة هدرة جاية من القبطي هدرة، اللي هي سؤون هدرية ام او اب ايتن اف سوبنس، اللي هي معناها تاني كلها بالعربي حللني يا سيدنا معلش. ستة اجران ماء حولتهن خمرا مختارا. ايوه. فيعني حاجة مختارة يعني. حاجة مختارة. فجايز الأقباط، لأن هو برؤية سماوية يعني جه بقى أسقف. وحتى يعني ربنا يسوع المسيح كان قاعد على الكرسي وقال له أنت هتيجي تقعد مكاني على الكرسي ده عشان تحافظ على العقيدة الأرثوذكسية. يعني كان تحديد هو ما هيترسم ليه. دفاع عن الإيمان يعني. دفاع عن الإيمان. مظبوط. طيب دير الأنبا بخوميوس العامر لما نيافتكم خدت المسؤولية كان إيه الوضع، ونعمة ربنا دلوقتي إيه؟ لا طبعا كان في حالة مؤسفة جدا جدا، لأن كان مهمل خالص، وكانت الأثار يعني حطيتها على الدير بالكامل. لكن كانوا بيصلوا في الكنيسة، يصلوا في الصوم الكبير يوم الحد فقط يعني. في غير الصوم الكبير يمكن في مناسبات كل فين وفين يعني، قليلة قوي. الدير كان في حالة مؤسفة خالص يعني. حتى لما أنا حبيت أروح وأبيت أول مرة، جابوا الخشب بتاع صناديق الموتى وقعدوا يعملوا باب لحته كده مدارية وكده وخلاص يعني. وكنت مبسوط انا بايت في دير الانبا بخوميس. واحده واحده طبعا دي بقت دلوقتي حاجه متطوره قوي يعني. حبكم للكنيسه القبطيه سيدنا وللطقس وللألحان وللأيقونات وللعقيدة واضح دايما في سيرة نيافتكم، ربنا يخليك لينا. طيب إيه رسالتك للخدام بخصوص الأمور دي؟ يعني في خدام يعني مش غاويين يدرسوا أو يحافظوا أو يحتفظوا بالحاجات دي قوي، فإيه الرسالة اللي نيافتكم تقولها، أو إيه ارتباطك الشديد بالحاجات دي، بالطقس والتاريخ والأيقونات؟ هو يعني الطقس عشان يتحب لازم يتفهم. يعني ما نقديش طقس وخلاص، لكن ايه معناه؟ لكن لو انا درست وعرفت معنى الطقس ده، كل معنى، كل حركة لها معنى، ومعنى روحي من الكتاب المقدس ومن سيرة ربنا يسوع المسيح ومن حياته. دي متعة روحية كبيرة جدا ان الواحد يعرف إن الكنيسة كل حركة فيها لها معنى، فيش حاجة ملهاش معنى. الطقس ده مش حاجة حركات وبس بنعملها. لا،
احنا مش بتوع حركات، احنا بتوع معاني ومفاهيم وعمق روحي كبير جدا، بحيث ان الواحد بيستمتع فيه كل ما يعرف معاني اكتر ومعاني روحية اكتر. وفي كتب طبعا اتكلمت في معاني الطقس وروحانية الطقس، بس المهم ان احنا نحب نقرأ. أيوة يعني هو ده الشباب النهاردة واخده النت والحاجات دي، تاخد منه ساعات كتيرة واهتمامات كتيرة، وبقى تهمه الأخبار لكن ما تهموش ان هو يستمتع بروحانية الكنيسة. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة عميقة جدا وروحية جدا، وكل حاجة ما فيها لها عمق روحي، حتى الأيقونات، رسم الأيقونة دي مصدر من مصادر التعليم. أيوه. فحتى معروف عن البابا شنودة أنه ما كانش يمضي على صورة إلا لما كان يعني يفتش فيها كل كبيرة وكل صغيرة فيها، وفي حاجات ما كانش يرضى يمضي عليها. سيدنا الكورونا، الكورونا دي مجننة العالم، وفي ناس مش عاوزة تربطها خالص بربنا وتقول ده حاجة عادية. ايه رسالة نيافتكم في زمن الكورونا؟ يعني نيافتكم شايف الوضع ازاي؟ يعني انا بتصور ان مفيش حاجة بتحصل في العالم كده بهازارد، يعني مش كيفما اتفق، لا كلها بحكمة قد صنعت، يعني زي ما قال معلمنا بولس الرسول، يعني يا لعمق غنى الله وعلمه وحكمته وما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. ففي كل حاجة لها معنى عند ربنا، يعني ما فيش حاجة، وكل حاجة بتدور حوالين خلاص الإنسان ونجاته من العالم دهوت. فالحقيقة طبعا يعني يمكن احنا زمان قبل زمن الكورونا كنا لما نسمع عن الخطايا اللي موجودة في العالم وانتشارها كنا نقول كتر خير ربنا انه مستحمل ومستحمل اللي احنا فيه دهوت. يعني فيبدو ان يعني احتمال ربنا بقى وصل لمرحلة شوية يعني متقدمة شوية او متأخرة شوية. ايوه. هل هي عصا تأديب؟ ممكن تبقى عصا تأديب لناس، يعني هي رسالة شخصية. أيوة. كل واحد ياخدها برسالة شخصية. وطبعا بدون شك الاقتصاد اتأثر جامد قوي، خاصة السياحة في بلادنا اتأثرت جامد وأثرت على عائلات كتير جدا، وتجربة تجارب يعني، وربنا بيسمح بالتجارب ديت. يعني سيدنا لما حد من ولادك يجي لك في حالة يأس أو صعبان عليه من كتر التجارب، نيافتك بتقول له إيه؟ يعني بيفكرني على طول بأبونا بشوي كامل، لأن كان من العظات الممتعة لأبونا بشوي الصليب، وكان يعشق الصليب والتجارب، فكنت أقول له يعني أنت لما هتشيل الصليب مع ربنا يسوع المسيح أنت مش هتشيله لوحدك، في إله عظيم شايل معاك التجربة دي، ولما هو يشيلها معاك هيخففها. إزاي؟ مش هنقول لك، لأن هو اللي هيشيل مش أنا. وأقول له أشرك المسيح معاك في الصليب ده، هو تقول له أنا شايل معاك يعني فخفف عني شوية، هتلاقي فعلا ربنا تدخل والتجربة مهما كانت صعوبتها هتعدي بسلام، والنتيجة بتاعتها على الأرض وفي السماء بتبقى حلوة جدا ولها أجرها الكبير. نشركه مع الصليب. طيب آخر سؤال عشان تعبنا نيافتكم سيدنا، إيه حلمكم للكنيسة القبطية؟ حلمي إن الأسرة المسيحية تبقى كنيسة وجزء من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ونفسي إن الكنيسة تعيش الحياة الأرثوذكسية بكل عمقها وكل المفاهيم اللي فيها، وكل حاجة في الكنيسة قمة الجمال وقمة الروعة، فنفسي الناس تتمتع بكل حاجة موجودة في كنيستنا.
احنا الحقيقة مستمتعين جدا بالقعدة مع سيدنا أنبا هدرة، ربنا يخليه للكنيسة كلها، خليه لنا. والحقيقة كل إجابة بيقولها مليانة دروس وتحتاج نسمعها كذا مرة عشان نتعلم. ربنا يخليك لينا يا سيدنا، ودايما صلواتك ودعواتك وبركتك ده ربنا معك لكل أولادك الكهنة والشمامسة والخدام في كل مكان. ربنا يبارك خدمتك ويفرحك بأولادك ويفرحك بكنيستك، ربنا يخليك ويفرحنا بيك. تعيش يا سيدنا الغالي لأنك بتفرحنا كلنا بكلماتك الروحية وعظاتك الروحية، ربنا يخليك كلنا بنستمتع بيها يعني الحقيقة. شكرا لك يا سيدنا، كل سنة وأنتم طيبين.